والزمالك عنده اسباب التفوق، هو كان احسن والاهلي كان اوحش، فما كانش فيه المنافسه اللي كانت المفروض تحصل على الدوري. الزمالك يعني من الاول خالص رغم انه ابتدى خسر 3 بونت 6 بونت، لكن الاهلي راح خسران له 9 بونت. فالزمالك ماشي متصدر من بدايه الموسم تقريبا، يعني الاهلي لم يلملم اوراقه ويعبر عن نفسه كفريق قادر على المنافسه الا في نهايه الموسم. جريدو كان عنده فرقه تستطيع ان تنافس، مش مضمون قوي هتوصل لايه، لكن كمان هو ظهرت معاه اقل من حقيقه، يعني الفريق ظهر اقل من امكانياته. كابتن فتحي ظهر بامكانيات الفريق. الموسم الجاي تم تطوير هذا الفريق، متوقعين ان احنا نشوف منافسه قويه جدا باذن الله الموسم القادم.